بسم الله عليكم. يقول السائل: لماذا ننهي النساء عن الإسراع بين العلمين في السعي مع أن هاجر قد أسرعت هناك؟ هاجر عليه السلام لها وصف، هاجر غلامها انطلقت عنه، تبحث عن من عما أو عن من يأتي، فتسرع من عظم ما في نفسها، هي قد يئست من الحياة. فهي قد يئست من الحياة، من حياة الطفل، فوضعها خاص. لكن علماء قالوا ليس على النساء رمل، لأن وهذا مذهب الصحابة رضي الله عنهم، لأن المرأة لو رملت في السعي أسرعت ربما تكشف ويخرج شيء منها، فمن المحافظة ألا ترمل لا في الطواف ولا في السعي.